والماجازين بنات. السلام عليكم، قناة لونتاديزات رحب فيكم. ماذا بكم تخليونا لايك وتابعوا الفيديو في جولة خفيفة ظريفة في هذا المحل. هذا راكم تشوفوا كامل المنتوجات الجزائرية، يعني هذا لي برودوي جاو من الجيري 100%. فوالا هذه هي، وكاين بزاف صوالح عجبوني لقيتهم هنايا، منتوجات بلادي. مثلا شريت اكيد كونفيتور تاع لابريكو تاع المشمش، بيان سور شريتها لقيتها هنايا، وكنت نجيبها في الطياره ويعني تحكم لي الكيلو ونزيد نخلص عليها. كما راكم تشوفوا هنايا قهوه تاع غرومير، هذه تاع مارك فرونسيز بيان سور. هذه هي بارمي لي ميور كافي اللي نصحكم فيها، ما ديرش بيان سور الحليب في الصومة وتفطن، ولا ميور كافي يعني فريمون. و فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا كلش كاين. المحل هذا فيه بزاف منتوجات جزائريه، منتوجات اللي جايه من البلاد، لانهم سي دي زالجيريان فوالا اللي يبيعوا هنايا، اللي حاكمينها فوالا، ومخلطين معاهم شويه مصريين شويه باليش. المهم انا شفت اللهجه، شفت اللي يخدم هنا يهضر شويه مصريه، ولكن اللي يبيعوا سي دي زالجيريان، عرفت باللي حاكمينها لي زالجيريان. هنايا كما تشوفوا الناس كافي راهي غاليه 4.50. المهم كاين اللوز جوز، واش بغيتو؟ انا شريت هنايا لقيت غير الحمص، انا ماشي حمصه، انا ماشي حمص، هذا سي دي نوازي فوالا. دونك هنايا بيستاش 8 يورو قريب 9 يورو، ما شتروك سي سي فريمون شير فوالا. دونك انا كي جيت لهنا قلت راح ندير دي بون زافير، فرحت انبرشت، قلت نبدا نوجد تاع مال رمضان. شوفوا هنايا كاين غاليا الحليب تاع دراري صغار، كاين كلش كما قلت لكم فوالا. دونك جيت فرحانه، دخلت مع وليدي قالي تبجيه، دخلت الحانوت قلت ندير دي بون زافير اي تو، نبدا نوجد شويه رمضان كش ما نشري ولا كدا وندير كونجيلاتور. مي مالوغوزمون عشيت شريت غير الكونفيتور مع الحمص باش نشمخو قبل رمضان ديال الكونجيلاتور. دونك كلشي غلا البنات، خلعت باسكو حنا لي ماغازون جينيرال كيما هكذا نورمالمون انخفاض في الاسعار. شوفوا والله العظيم غير البنان، ماشي بنان شغل هذا الغيزة، والله العظيم غير غلا غلا بزاف، كان شفتو الكري تاعو في الارض. دونك انا تخلعت، كاين كلش مشروبات، كان كلش كل خير كاين، حنا حلال 100% بيان سور تاع العرب، مي جولتي والله العظيم غير خلعت، كان استفاق بالنسبه للاسعار يعني رهيب جدا. استغربت هنا كاين كلش يعني الحاضر، ديري في الفول يطيب، وثان مسمن حاضر ناظر، ديري في المقلاة على زوج جوايح طيبي، وحطي في الكبسي سوا ليك سوا ضياف سوا تيدي جوي سوا لولادك. المهم كلش زاد في فرنسا، ما يغركش لا حلات ولا بازار تاع العرب ولا تراكا ولا. المهم كي تدخلي تلقاي النار شاعلة، الله المستعان. على بالكم باللي شوت ايكونوميك يعني الاقتصاد هذا هو، دونك كلشي زاد في العالم الاسعار. ربي يقدرنا ويقدركم، بالتوفيق للجميع، الى اللقاء.